الله آه آه لما أخلى هواك الروح حبك والعين عم تطلب رضاك لكن قلبي والروح لا لا عبرتك لا لا بدك تهجرني وتروح هيدي الله ما قال يا ساكن قلبي والروح لا لا عبرتك لا لا بدك تهجرني وتروح هيدي الله وصيك بالعشكة شو كل بنت خاف تضيع الطويلة خداعة واحضر عشك المرابيع خلاص خلاص وصيك بالعشكة
إذا تعبني حبيبي لا تدق لي بالهاتف، أرجوك تقدر وضعي أبوي مركب كاشف. لو ركب متكاشف لو يغسل خط الهاتف، لهمس لك بالرسايل من بيج ماني خايف. إذا تحبني حبيبي لا تدق لي بالجوال، أرجوك تكثر وضعي أبوي براسه موال. ضلك تسكر السماعة ماني ناقص السوالف، لساك ما شوفتني وعشقتني على الهاتف. أبوي يعطي إذا تعبني حبيبي لا تدق لي بالهاتف، أرجوك تقدر وضعي أبوي مركب كاشف. أغراب الهوى يقتلني مش ميالا، بطياته يمرمرني زيالا. أغراب الهوى يقتلني مش ميالا، لك بطياته يمرمرني زيالا. يغمى خشاله ويبكو باحوالا. عدنا بعدنا 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 عباد الهوى يقتلني زيالا، وبالطيات يمرمرنا يا خشيالا. شاف البهلول لولو بحبك ما يطول، طلب العسكر والمسؤول
خد راسك يا بهلول قلو امرك مولاي يا بهلول. تحية كبيرة لمدير البرامج بتلفزيون فلسطين محمد البرغوثي يا كبير. أبو محمد للعروشين الباقي دوار الدنيا ميت بهلول متشغ منظر مشغول كل من قولة بالمعقول ما عاد في للحب أصول الله العالم بالجاي مرة بديار اسطنبول في شب كتير معطر درويش واسمه بهلول مطلوب من الشهبندر بس ما